في تعليق يقول: يا سعيد انت مشهور، لازم تخصص وقت تدافع فيه عن السعودية. ادافع عن السعودية؟ هو في احد اصلا يتجرأ يسب السعودية؟ قل للحمير وان طالت معاليفها لن تسبق الخيل في ركض الميادين. والله لو يسبون من ذا الحين لين تقوم الساعة، ها يا صياحهم ونباحهم ما أثر فينا كسعوديين، لا حكومة ولا شعب، كلنا صياحهم أثر فينا ما أثر فينا. خله ينبح، خله يصيح، الله يزيده. والله ما طقينا له خبر ورب المصحف، والله ولا درينا عنه. فعشان كذا أنا ما أدافع عن السعودية، لأن صياحة ما أثر فيني ولا خله ينبح، خله يصيح، مش علينا منه. والله صدق يا أخوان، والله العظيم صدق. طيب اسمعوا، ما عاد بقي شيء والله على الصلاة يا أخوان، والله ما عاد بقي شيء على الصلاة، باقي تقريبا 25 دقيقة. أنا بقفل، اللي ما ضافني في السناب يضيفني في السناب. اليوم بتجيكم فعاليات في البوليفارد، حاجة كلام فاخر من الآخر والله العظيم. اليوم بتجيكم سنابات أوب 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 يا لطيف. الله يعطيكم العافية داعمين مكبسين مشيرين، في أمان الله.